بص يا ستي، رانيا يوسف تمنيت لو لم أتزوج للمرة الثانية والثالثة، صحيح. طب رانيا من غير زعل بقى، من غير زعل، انت حبيتي بس من غير زعل منك، قولي قولي. بس احنا هنا يعني الصدقة وانا حطها على جنب. قولي انت حبيبتي مش صاحبتي. بس الواحد او الواحدة ممكن تفشل في جوازة في اتنين، لكن في تلاتة يا رانيا في زمايل فشلوا في خمس وسبع جوازات. الله بتكلمي على نفسك يا رانيا. على فكرة أنا لسه ما 12، بس أنا بتكلم عنك. أنا لسه ما عملتش الرقم القياسي بتاعهم يعني. طب ولسه ما عدتش شغالة؟ لا 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 خالص لا. الجوازة التانية والتالتة كانت لأسباب شخصية جدا. لما حصل الانفصال بيني وبين مختار خفت على سمعتي وعن وكلام الناس والليله دي يعني. وعندك بنات؟ وعندي بنات وانا لسه صغيره والحاح من اهلي انت لسه صغيره تتجوزي، عارفه المجتمع والضغط بتاع المجتمع. طب ما انت لسه صغيره بس يبقى معناها انه العداد لسه صغير. لا لا خلاص وقفنا العداد عند الجوازه الثالثه. لا 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 لا, 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 لا ما عندنا شيخ الحاره النهارده. احنا عندنا مال ولا هيطلع لي كله يطلع اللي هو ما تحرجيش. لا لا ما بتحركش ما تقلقيش ما فيش حاجه بتستخبى يا رانيا، وعندنا الادله وكل حاجه. وافقاكي يطلع اللي يعني انت اتجوزتي رد فعل؟ مش رد فعل، تحت ضغط المجتمع والناس والدين وما يصحش. يا رانيا انت بتعملي حساب للمجتمع؟ كنت اولا انت كنت دلوقتي لا. لاني انا اللي دفعت الثمن مش حد تاني. يعني انا لما وقعت في مشاكل في الجوازه الاولى والثانيه والثالثه ما حدش وقف جنبي.